خط تليفوني. شوفوا وين الإعلام. هذه الرسالة موجهة لوليد بيك جنبلاط، الشيخ سعد الحريري، الوزير علي حسن، واللواء عثمان بن حترم وجلو، وأكيد القضاء. وين القضاء؟ أنا قاعد ببيتي على الرصيف بخلدي، حد سيارتي بطب بورنجين، واحد انفينيتي وواحد أودي. في مسلحين من جماعة أرسلان، واحد اسمه ريدان والتاني اسمه رؤوف الجردي، وما بعرف أسماء الباقيين، نزلوا بسلاحهم. أنت الشيخ عمر؟ قلت له إيه. أنا وقاعد على الكرسي بلشوا فيني بخط بالبواريد وبسلاح وكلام ومسبات وإهانات فيك وبالدولة وإلى آخره. يا أخي إذا بدنا نعيش بغابة خلينا نعيش بغابة، كل واحد يحمي نفسه بنفسه، وإذا بدنا نعيش بظل القانون خلي القانون ياخذ مجراه. لأنه بصراحة وصلنا لمرحلة ما بقى بنعاش بالبلد. بكفينا فتن، بكفينا شو صار ببعل شماي، وشو صار بأبر شمون، وشو صار بالجبل. بدهم دم أكتر من هيك؟ شو صار بشويفات؟ بدهم أكتر من هيك؟ ما عنا مشكلة. إذا هني مش سائلين على البلد، نحن سائلين على البلد. لذلك نحن بنطلب من المعنيين توقيف هدول كلهم، محمل المسؤولية للمير طلال رسلان، لأنه هو اللي حاميهم وهو اللي حطتهم عنده بالقصر، وهدول الرنجات طلعوا من عنده من القصر. في كاميرات موجودة بالمنطقة، خلي مخابرات الجيش وشعبة المعلومات تجيبهم. غير هيك ما رح نحكي، ما بدنا دم، نحن عرب ونحن عشاير. وإذا الأمور ما رح تتعالج بالتي هي أحسن رح ناخذ حقنا بإيدنا. بدكم نعيش بحكم الغاب؟ ما عندنا مشكلة.